لا حول ولا قوة إلا بالله. ألو يا أخي دشوفني مدى جاوبك إيدي كافي؟ ما بي شيء، أنا أريد أصفن ساعتين، أريد أصفن ساعتين، حسر علي أصفن ساعتين؟ يا أخي مو أنت رجال مثلي وتفتهمني هسه التهمرة؟ ما بي شيء والله أريد أصفن، أنا اليوم مقرر أصفن ساعتين. لا تحكوا وياي أي موضوع، ساعتين وخابرني أريد أصفن. يلا باي باي. شلون قهر هذا؟ سلام قولا من رب الرحيم. ها حبيبي جيت؟ غسان حبيبي جيت؟ شنو؟ انت اسألك جيت؟ اسخف سؤال بالدنيا هذا، يعني شنو اجيت؟ ايه اجيت، واريد اصفن شوية. تصفن؟ لا مو انتحر، اصفن. ايه اصفن. ام حبيبي صفنتك دا تقلقني. وانت دا تقلقيني لان دا تنتهكين خصوصيتي. انا ماخذ اجازة اليوم، اريد اصفن، اريد اصفن بس ساعتين. عمري كله انطيتك اياه، اعطيني ساعتين بس اصفن بيها. بيش صافن؟ صافن هيك، صافن بالفراغ، صافن بالعدم، صافن باللا شيء. بس اللي يصفن لازم اكو وراه شيء. لا حبيبتي اكو فرق بين اللي يصفن وبين اللي يفكر. اني صافن ما دا افكر. على راحتك حبيبي اصفن، منو لازمك؟ بالعكس هو اني اريدك تصفن حتى ترتاح وتخطط وتركز اكثر. ما راح تسمع مني اي كلمه. هو أنا منتظرك السكتين حتى أصفن، إيش وقت السكتين؟ هذا هو حبيبي، قابلاني ما أفتهم؟ خلاص، بعد ما راح تسمع مني أي حكاية، هذا الحايط يحكي وأنا ما أحكي، حتى الجهال حسكتهم لك، جهال، سكتوا، أبوكم يريد يصفن شوية. لك الجهال ساكتين، أنت سكتي، أبوس إيدك سكتي. حبيبي خاف شي مضوجك بالشغل ما تريد تحكي. ايه اكو شي مضوجني بالشغل، اكو وحدة موظفة وياي كلبة بنت كلب، اريدها تسكت ماكو، اريد اصفن هناك بالدائرة ماكو، بس لغوة بس لغوة بس لغوة. لجوابة سكتي، لجوابة سكتي ما تسكت. هسه بعينها هن ذني النسوان بس يلغن. فدوى روح لك اريد اصفن، ممكن السكتين؟ غسان إلا أقول لك صفنتك تغثني. إيدي فرحيني يا حبيبتي، قولي لي صفنتك تغثني، خلى غثك، خلى جلطك. ريهام هات هاي الصفنة. لا لا عافية قلبي انجعني. لا هاي مو قوية، خلى صفن بالقاع. لا 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 بشرفك غسان، لا لا عوف القاع. اليوم جلطك رح أصفن بالسقف. خلاص هاي رح أعوفك تصفن. أكيد؟ أي أكيد. غسان خاف اكو شيء مضوجك وما تريد تقوله. زين انا وياك مو واحد. انت الواحد القهار. ايش دحيت؟ شغله بيني وبين رب العالمين. رهام من الاخير تعوفيني اصفن لو روح اصفن بالقهوه. لا لا اصفن هنا، على الاقل هنا انت يمي. وين تروح يم جماعتك تصفن وياهم؟ اقتل روحي؟ يعني شلون اصفن ويا جماعتي؟ يعني اصفن على الخسران لو اصفن مقالب؟ خلاص حبيبي أصفن براحتك. هلا ماما شلونك؟ اي غسان اجي خطي دق يا اخي شويه وقال اريد اصفن شوي. وانا اكيد اكو حاسبه بباله شي، بس وين يروح يقوله؟ لا لا وين يطلع؟ قلت له ابقى هنا على مود ترتاح وتصفن. خلاص ماما روحي، ما اريد نضوج غسان اكثر. تمام يوصل يوصل. الله وياك ربي. اريدها هي وامها بالصين ويجوعون، وبس مطعم واحد مفتح يبيع تشريب مال خفافيش. لا رب استغفر الله، شنو ذنب الخفاش وما تاكله؟ حبيبي ستريش ضايج هاي، لان انا مقهوره وشايله همك. لا حبيبتي انت ما شايله همي، انت شايله الفيشه مال الاحساس. كلاني
ايه كلها انتي، انتي تلحين ريهام، انتي تلحين. هسه بس اطلع تسوي لي مس كول، انا راح اقلق، لازم ارجع اتصل عليك، تظلين تحكين وياي الى ان يخلص الكارت. اوصل للدوام راح تدزي لي بصمه صوتيه بالواتساب، البصمه هالطوله اذا اريد اسمعها لازم اخذ زمنيه. حزي عزل عزاج، اي علاوي اجى من المدرسه، حمودي راح للمدرسه، سعدون غايب من المدرسه. سعدون منو؟ سعدون ما اعرفه، هيك اجى بالسالفه. حبيبي شنو رايك بهاي الباميه وتدزي لي صورتها؟ احط لها لامندوزي لو ما احط لها لامندوزي؟ اي حبيبتي انا شلون اعرف؟ شلون اعرف؟ يعني ضايقها غير صوره هي؟ حبيبي ما قلت لك تخبل مو نجلاء الزوجة؟ حبيبي مو هي من خطبة الذاكة؟ انا ما قلت لك، ما سولفت لك عليها. حبيبي اسوي لك تمن احمر لو تمن ابيض؟ حبيبي مو ما قلت لك ام مصطفى جابت فلوس السلفه، شو اقولها؟ يعني شو تقولي لها؟ شكرا يا ام مصطفى شكرا. اوف ربي قلبي همزين راحت، عبالها صار بي شيء بعد ما تجي. هسه استحقت الصفنه.